قصص من ملفات الشرطة المغربية، قصص مستوحاة من الواقع. ظهرا جاء حميد إلى دكان الحلاق وجلس يترصد وصول المجنون الذي لم يتأخر في الوصول. اقتعد عتبة محل عياد بعد أن تأمل كعادته وجوه الدمى الواقفة في أوضاع مختلفة. أشعل لفافة تبغ ونفث دخانا كثيفا، جعل عياد يغادر مسرعا مكتبه ليقف بالباب. عنتر المجنون. اعتاد عياد على الجلوس خلف مكتبه في عمق محله التجاري المخصص لبيع اللعب. من هناك يستطيع أن يراقب الحركة في الشارع وأن يرصد كل داخل إلى المحل. إلى كل ذلك وضع في باب المحل منظومة إنذار ترن كلما مر شخص عبر الباب. وفي واجهة المحل حيث تعرض الدمى واللعب المختلفة الألوان والأحجام، ثبت عياد أشواكا حديدية صلبة لمنع الجلوس في عتبة الواجهة، بل إنه لم يكتف بذلك وألصق على العتبة ورقة كتب فيها بخط عريض: ممنوع الجلوس هنا. كان عياد الخمسيني المنحدر من سوس قد استقر بطنجة منذ كان يافعا، وعلى مدى السنوات التي مضت وهي تزيد على 30 تقلب في متاجر وتجارات مختلفة، بما أكسبه مهارة ودراية بأحوال التجارة وأحوال الناس أيضا. ولما بلغ 40 قرر أن يتخصص في تجارة اللعب، وصار له بذلك زبائن من عينة خاصة. لم تكن للرجل مشاكل مع زبائنه، بل إنما كان يخلق له بعض المتاعب أولئك المشردون الذين يجلسون على عتبة واجهة محله لا تمنعهم من ذلك الأشواك الحديدية التي تتراص في صفين متداخلين. وكثيرا ما كان يضطر للنهوض من مكتبه ليقف في باب المحل ويطلب من واحد من أولئك المتسكعين أن يغادر المكان. يبقى واقفا بالباب وهو يتابع الواحد منهم وهو ينهض متثاقلا يحمل ما معه من أشياء. وصار مصدر قلق له امتناع بعض من المتسكعين المدمنين على مخدرات شتى عن مغادرة المكان. وقد لاحظ منذ بضعة أيام أن عدة أشواك حديدية اقتلعت من مكانها. يعلم عياد أن ما يجلب أولئك المتسكعين إلى عتبة واجهة محله أنها وجدت في موقع يتيح لهم مراقبة الشارع، وفي الصيف يكثر التهافت على تلك العتبة لأنها كانت توفر مكانا ظليلا منذ الزوال. كان الحلاق عبد السلام الذي يشغل الدكان المقابل له على الرصيف الآخر كان كثيرا ما نصحه بالتغاضي عن أولئك المشردين، لأنه كان يرى أن تجاهلهم هو السبيل إلى جعلهم يهجرون ذلك المكان. ولكن عياد كان يرى خلاف ذلك ويؤمن بأن الزجر والصرامة وحدهما الكفيلان بثني هؤلاء المتطاولين على حرمة محله. كان يتكرر مرة تلو أخرى مشهد وقوفه بالباب يزجر أولئك المتسكعين، وكانت الدمى المعروضة تبدو شاهدة على ما يجري من وراء الزجاج. كان أكثر المتشردين ترددا على عتبة الواجهة ذاك الذي يلقبه المشردون مثله بعنتر. كان قوي البنية يدخن بشراهة لفافات التبغ التي يصنعها من أعقاب السجائر التي يجمعها وهو يجول شوارع المدينة أطراف النهار. كانت نظراته نفاذة تزرع الرعب في قلب عياد الذي يحاول مع ذلك الصمود. كان يخشى أن تنتاب عنتر نوبة جنون فيقوم بتهشيم الواجهة الزجاجية التي يحرص عياد على تنظيفها باستمرار، فتجعل الناظر ينسى أنها حاجز بينه والدمى الواقفة وتلك المعلقة. أحياناً كان عنتر يجلس على عتبة الواجهة ليكلم نفسه. كان كلاماً أغلبه غير مفهوم، بل إنه يبدو وكأنه يقيم محاكمة لشخص لا يراه أحد غيره. وكثيراً ما قال الذين يرونه على تلك الحال، ومنهم الحلاق عبد السلام، إنه يحادث جنية تسكنه، ثم إنهم يسألون الله لهم ولذويهم السلامة.
كان عنتر يأوي كل مساء إلى مكان في فندق الشجرة، إلى حيث يأوي أيضا متشردون كثيرون ومن أعمار مختلفة. وكان أغلب الذين يجاورونه في مكانه ذاك يخافونه ويتحاشون الصدام معه. ذات يوم استقبل الحلاق عبد السلام زبونا قديما له، هو الحاج عبد الله الجزار. كان رجلا ميسور الحال طيب القلب، وصادف وجوده وجود عنتر المجنون جالسا في عتبة محل بيع اللعب. سأل الحلاق عن قصته فلم يجد من جواب إلا أن أخبره بأن الظاهر أن جنونه مصدره جنية تسكنه. كان شعره الكث المتسخ قد تدلى قطعا على جانبي رأسه، تبدو خصلات منه كأنها قرون، وكانت ملابسه رثة ممزقة. سأل الحاج عبد الله الحلاق إن كان هناك من سبيل لإصلاح حال ذلك المسكين. سأله إن كان هناك من يستطيع أخذه إلى الحمام وأن يأتي به لحلق شعر رأسه ولحيته. هرش الحلاق عبد السلام أم رأسه بسبابته، ثم قال إنه يعرف شخصا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة إن دفع له أجر. دون ما انتظار رد الحاج عبد الله بأنه مستعد للتكفل بكل تلك المصاريف. في المساء اتصل الحلاق برجل من أبناء حي المصلى له ذكر بين سكان الحي لما كان يتمتع به من قوة وجسارة فيما مضى من شبابه. اسمه أحمد وينادونه حميد، هو الآن في الخمسين ولكنه لم يفقد الكثير من ملامح شخصيته. عرض عليه المعلم عبد السلام، كذلك كان ينادى الحلاق عبد السلام، أن يقود عنتر الأحمق إلى الحمام وأن يجد من يتولى تنظيفه ثم يأتي به إليه ليتولى أمر شعر رأسه ولحيته. كان المبلغ الذي رصده الحاج عبد الله الجزار لفعل الخير هذا 600 درهم، نصفها سيتسلمه من سيقود المجنون إلى الحمام. تم الاتفاق على القيام بذلك في اليوم التالي. ظهرا جاء حميد إلى دكان الحلاق وجلس يترصد وصول المجنون الذي لم يتأخر في الوصول. اقتعد عتبة محل عياد بعد أن تأمل كعادته وجوه الدمى الواقفة في أوضاع مختلفة. أشعل لفافة تبغ ونفث دخانا كثيفا جعل عياد يغادر مسرعا مكتبه ليقف بالباب. في تلك اللحظة وصل حميد الذي بلا مقدمات ولا كلام أمسك بذراع عنتر المجنون وقال له بنبرة لا انفعال فيها: إنك ستذهب معي. حاول المجنون أن يتفلت منها ولكن قبضة حميد كانت قوية، حملق فيه بعينين جاحظتين يحاول أن يخيفه كما يفعل كلما ضايقه أحد، ولكن حميد بادله نظرته تلك بنظرة حملت كل معاني الإصرار. ثم إن المجنون نطق كما لم يسمعه أحد من قبل، قال إنه يريد أن يكمل سيجارته، ولأن ما كان يهم حميد أن ينجح في مهمته فقد سمح له بإتمام دخينته. ثم مشى معه إلى حمام شعبي. كان الحاج عبد الله قد وفر بعض الملابس التي سلمها الحلاق لحميد. بعد ساعتين عاد حميد ومعه عنتر الذي لم يكن يعترض على مناداته بذلك الاسم. صار شخصا آخر، شعره الذي كان قطعا من أوساخ متراكمة صار خصلات طويلة. أجلس على كرسي وبلا انتظار باشر الحلاق عبد السلام المهمة الموكولة إليها. كانت آلة الحلاقة الكهربائية تعبر رأس عنتر في كل الاتجاهات، وعلى إيقاع أزيزها كانت خصلات شعر المجنون تسقط على أرضية الدكان. ولما فرغ من الرأس باشر حصاد اللحية ثم مرر فرشاة على وجهه فكسته رغوة بيضاء. صارت الأرضية جاهزة لإعمال الموسى. بعد ساعة كان كل شيء قد تم. تسلم حميد أجره وانصرف. نظر عنتر في المرآة، رأى وجهه مختلفا. كان عبد السلام الحلاق يزيح القماش الذي غطى به ثيابه لما رآه يبكي. لماذا تبكي يا عنتر؟ لم يرد،
ظل يحدق في المرآة كأنه يكتشف وجهه للمرة الأولى. بدا وكأنه لا يرغب في الانصراف، فقال له الحلاق: بإمكانك أن تنصرف يا عنتر، لقد انتهينا من الحلاقة. نظر إليه، دموعه تنهار قطرات على خده الأملس، البياض احتل مكان اللحية الكثة، وجلد الرأس الذي لم ير ضوء الشمس منذ زمن بعيد بدا ناصع البياض. كل ما بقي مما كان مع عنتر كيس من ثوب به أشياء لم يطلع عليها أحد. وقف عنتر ونظر إلى الحلاق نظرات تختلف عن نظراته السابقة. الله يرحم والديك، هي دعوة نطق بها واخترق باب الدكان. ظل المعلم عبد السلام مشدوها، لم يسمع عنتر المجنون يقول مثل هذا الكلام من قبل. كان عياد بائع لعب الأطفال يقف في باب متجره متأملا. بالنسبة إليه فإنها نهاية فصل من قصة عنتر المجنون، كان شاهدا على بدايته وها هو يشهد نهايته. بالنسبة للحلاق عبد السلام فإن القصة في بدايتها، ظن أن عنتر ليس مجنونا وإنما يتخذ الجنون قناعا ولفاعا. في الصباح مر بدكانه الحاج عبد الله الجزار صاحب المبادرة الخيرية، أخبره المعلم عبد السلام بكل ما تم، ثم إنه قال له إن المجنون بكى لما رأى وجهه في المرآة. لعله بكاء فرح، قال الحاج عبد الله. أبعد من ذلك، رد الحلاق، أن عنتر قال له وهو يغادر المحل: الله يرحم والديك، وأضاف أن ذلك يعني أنه يعي ما يقول. لم يخفي الحاج عبد الله عجبه، ووافق الحلاق رأيه أن وراء هذا الرجل قصة. على مدى 3 أيام لم يظهر عنتر في عتبة واجهة محل بيع لعب الأطفال، وظن الحلاق عبد السلام ومعه عياد بائع اللعب أن المجنون غادر المدينة. كان الحاج عبد الله قد سخر علاقاته لمعرفة حقيقة عنتر المجنون، وكذلك علم أنه أوقف مساء ذات اليوم الذي حلق فيه رأسه ولحيته بينما كان في طريقه إلى فندق الشجرة. ولما اقتيد إلى مركز الشرطة أدلى بأنه ينحدر من نواحي سطات، وأنه فر من قريته قبل سنوات يظن أنها تجاوزت 10 بعد خصومة بينه وعائلة من دواره كان يقبل على الزواج من إحدى بناتها. قال إنه كان موقنا بأن الفتاة كانت تحبه وترضى بالزواج منه، ولكن شقيقها الأكبر عارض زواجهما، وأن ذلك كان السبب في انتحار الفتاة. ألقت بنفسها في بئر ولم يستطع أحد إنقاذها، وانتشلت منه جثة هامدة. قال عنتر واسمه الحقيقي الطاهر إنه لم يستطع تقبل هذه النهاية لتلك التي أحبها، حاول أن يقتل شقيقها الذي تسبب في هذه المصيبة، ولما فشل غادر القرية فجرا دون أن يخبر أحدا بوجهته. جال في القرى وفي الأسواق سنين، ثم إنه بقي متسكعا في القصر الكبير سنوات قبل أن ينتقل إلى العرائش. كان يأتيه من داخله نداء يكاد ينشطر له رأسه يدعوه إلى الرحيل أبعد فأبعد، وكذلك وصل إلى طنجة قبل 7 سنوات. كانت حبيبته التي انتحرت تأتيه مساء وفجرا وفي بطن الليل تؤنس وحشته. قال إنه كان يحسها بجانبه، يلمسها، يحدثها، تحدثه. ذاك كان جنونه. لم يكن الطاهر عنتر مبحوثا عنه، ولذلك أخلي سبيله. كانت قد انقضت 10 أيام على ذلك اليوم الذي جلس فيه على كرسي الحلاق عبد السلام لما ظهر بباب الدكان عصرا. ظل ينظر إلى الحلاق الذي كان منهمكا في حلاقة رأس أحد زبائنه، ثم جلس، ظل صامتا إلى أن انصرف الزبون. قال: لقد جئت لأشكرك على كل ما قمت به من أجلي، أنا الآن بخير، كنت أريد أن آتي قبل هذا الوقت ولكنني كنت لدى الشرطة، ربما سأغادر طنجة قريبا لأعود إلى قريتي هناك في نواحي سطات. عانقه الحلاق ولم يسألها، فقد كان الحاج عبد الله الجزار
قد أبلغه بأنباء عن مآله، خرج من الدكان وعبر الشارع إلى متجر بيع لعاب الأطفال. وقف أمام الواجهة ونظر إلى الدمى الواقفة، ثم تقدم نحو الباب. لعل عياد لم يتعرف عليه، رن جهاز الإنذار المثبت على جانبي الباب. لما نظر إلى وجهه تعرف عليه، وخشي أن يمسه بسوء بادره عنتر قائلا: أنا لا أريد بك سوءا، فقد جئت لأعتذر عما قد يكون صدر عني فيما مضى، لم أكن ملك نفسي. تقدم نحوه عياد وصافحه وهو يقول: لقد سامحتك. دمعت عينا عنتر، ابتسم وانقلب خارجا. انقلب السحر على الساحر. الحلقة الأولى. في منتصف أربعينيات القرن الماضي لم يختلف مسار الشاب عمر السائد عن مسار شبان كثيرين نزحوا من البوادي إلى المدن بحثا عن عمل يمكنهم من الارتقاء بمستواهم الاجتماعي. نزح الشاب عمر من البادية إلى مدينة الدار البيضاء. في العام 46 900 ألف استقر به المطاف مستخدما لدى أحد رجال الصناعة الفرنسيين، لدى المسيو دولاغو الذي كان يملك معملا لصناعة الصابون. كان الشاب عمر يبين كل يوم عن جديته وتفانيه في العمل، وهو ما جعله يحظى بإعجاب وثقة المسيو دولاغو. كان الكهل الفرنسي ينحدر من عائلة ثرية وعريقة، ولإبداء اهتمامه بعمر فتح أمامه باب التعلم ليتخلص من الأمية والجهل. وبعد فترة صار عمر السائد من الرجال الذين أوكل إليهم السيد دولاغو أمر الإشراف على تسيير معمل الصابون. لما تحسنت أوضاعه المالية والاجتماعية تزوج عمر، وكان قد آلى على نفسه ألا يدخر جهدا من أجل تعليم أبنائه وأن يواكبهم باهتمامه ورعايته إلى أن يتمكنوا من الدرجات الأعلى من التعليم. كان وهو يفكر في ذلك يستحضر طفولته القاسية. كان كلما تذكر يستحضر فضل المسيو دولاغو. لقد صار بمرور الوقت يرتبطان بعلاقات صداقة حقيقية. رزق عمر السائد بولده الأول، سماه فاروق. كان الصبي يحظى بعناية خاصة من والديه، ولكن أيضا من المسيو دولاغو الذي لم يكن قد رزق الولد. تلك الرعاية كشفت عن ذكاء حاد لدى الطفل فاروق الذي التحق بالروض ولما يكمل ربيعه الثاني. في عامه الثالث كان فاروق يعرف الحروف الفرنسية والعربية أيضا. اكتشف معلموه قوة ذاكرته وقدرته الكبيرة على الحفظ. لما كان في الرابعة من عمره تم إلحاقه بالقسم الثاني من التعليم الابتدائي. كان فاروق طفلا لا يكف عن إبهار معلميه. لم يكن يحتاج إلى تكرار الدرس، كان استماعه إليه مرة واحدة يكفيه ليحفظه عن ظهر قلب. لما بلغ عامه الثامن تدخل المسيو دولاغو لدى إدارة التعليم، فتم نقله إلى التعليم الإعدادي بعد أن امتحنته لجنة من الأساتذة، خلصت إلى أن الفتى أهل للالتحاق بالإعدادي. سار فاروق على ذلك المنوال وبتلك الوتيرة، فكان وهو في 16 من عمره ضمن المترشحين لاجتياز امتحانات البكالوريا. كان علميا وكان قد اشتهر بتفوقه، ولكن ذلك التفوق ولد عنده الغرور والتكبر، بل إنه كثيرا ما كان يتجاوز حدود اللباقة مع زملائه وزميلاته، إذ كان لا يتورع في نعت الواحد منهم بالغباء. بمرور الوقت وتكرار تصرفاته تلك انفضوا من حوله. بعد أن حصل على البكالوريا التحق بكلية الطب. كان والده عمر السائد يريده أن يصير طبيبا، ولكن التحاقه بكلية الطب لم يعالج سلوكه، وظل غروره وصلاطة لسانه ينفرون منه زملاءه وكثيرا من أساتذته. قليلون هم الذين كانوا يسلمون من لسانه.
ذلك السلوك كان يواكبه فراغ عاطفي، إذ لم يتمكن فاروق من أن يقيم علاقة ذات أفق مع إحدى زميلاته. كانت كل العلاقات التي سعى إلى إقامتها تنهار بعد أسبوع في أحسن الحالات. ومع مرور الوقت، وبرغم ما كان يتميز به من تفوق في الدراسة، صارت الفتيات تجتنبنه، ومن حيث لا يدري جعله غروره وتعاليه على الآخرين يفقد الكثير من قدراته الدراسية. ورغم إحرازه الشهادة الجامعية في الطب، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على معدل يؤهله لولوج التخصص الذي كان يرغب فيه. في تلك الفترة فقط فطن إلى أنه يدفع ثمن سوء سلوكه مع أساتذته. في النهاية اختار التخصص في الأمراض العقلية، أجهد نفسه في إقناع والده الذي كان طريح فراش المرض بأنه من اختار طب الأمراض العقلية. كانت والدته قد توفيت منذ عدة سنوات، وقبيل تخرجه توفي والده، ثم بعد أشهر مات المسيو دولاغو الذي كان يناديه بابا. كانت له أخت واحدة تزوجت واستقرت مع زوجها في فرنسا، ولذلك لما تخرج وجد نفسه بلا عائلة يأوي إليها وتسكن إليه. منذ سنوات وبعد أن راكم التجارب الفاشلة، بدا وقد أزاح من تفكيره كل مشروع لزواج. كل الشابات اللواتي اقترب منهن رفضن الاقتران به، صار غروره معروفا لدى الجميع. ذات يوم وبينما كان يلقي عرضا حول تكون الشخصية لدى الطفل، كانت ضمن الحضور امرأة شابة. في الحقيقة لم يكن همها أن تستفيد من المحاضرة، بل كانت غايتها أن توقعه في شباكها. في الحقيقة كان فاروق على قدر من الوسامة لا يخفى. لما انتهى من العرض تقدمت إليه، أثنت على العرض وعلى قدرة الطبيب فاروق السائد على الشرح والتبليغ. كان لكلامها اللطيف وقع على نفسه يشبه وقع المطر على الأرض المتشققة العطشة. بينه ومثل ذلك الكلام اللذيذ أمد بعيد. كانت تلك اللحظات منطلقا لعلاقة حميمة بين الدكتور فاروق وتلك المرأة الشابة التي تدعى مريم العمراني. حرصت المرأة على أن تبلغه بأنها بنت عائلة ثرية، وأنها ورثت عن والديها ثروة هامة. كانت مريم العمراني تنتظر أن يتقدم لخطبتها رجل ذو درجة رفيعة وجاه. ظلت تنتظر سنين طويلة، ولكن الفارس الممتطي الحصان الأبيض لم يظهر. أحست بأن العمر يمضي مسرعا، ولذلك قررت أن تتزوج واختارت الدكتور فاروق. كانت رشيقة وأنيقة، ولذلك فإن فاروق لم يعلم أنها تكبره بعشرة أعوام إلا بعد أن أغرقته بأفضالها. قدمت له كل المساعدات التي كان يحلم بها، ساعدته على فتح عيادة طبية متخصصة في علاج الأمراض العقلية والعصابية. اقترحت عليه إحداث العيادة بمدينة فاس. تزوجها وكانت تحرص على أن يكون لها دون سواها. أبعدته عن محيطه. في الأشهر التي تلت حقق نجاحا وشهرة، وكثر المترددون على المصحة، وصار من بين أشهر أطباء الأمراض العقلية. بمرور سنوات تبين أنه لم يتخلص من أنانيته وانتقاصه من شأن الآخرين، بل إنه وبشكل ينافي ما يتوجب على الطبيب التزامه، كان كثيرا ما يتهجم على زبنائه، وكثيرا ما أفشى أسرار بعضهم. بمرور الوقت اكتشف أن زوجته مريم عاقر. كانت صدمته قوية. يتذكر والده المريض وهو يوصيه بالزواج والحرص على إنجاب الخلف. كان كل ذلك يتجلى في معاملته لزوجته التي كانت في أحيان كثيرة تقع ضحية ثوراته وفوراته. كانت تعلم أنه يريد الولد، وكانت تعلم أن مطلبه مشروع. سعت إلى إقناعه بأن يتبنى طفلا يتخذه ولدا كما يفعل كثيرون، ولكنه رفض. كانت مريم ترى أن زوجها قد يضيع منها، وأنه ربما سعى إلى الزواج من أخرى،
لعلها تأتيه بالولد، ولذلك قررت أن تقوم بعمل استباقي يجعلها تحتفظ به وتمكنه من الولد، وتظل هي سيدة المبادرة والمتحكمة في كل التفاصيل. تذكرت مريم تلك الفتاة التي التقتها في شفشاون في إحدى العطل، كانت شابة تعمل في استقبالات أحد الفنادق. كانت مريم قد علمت أن الفتاة تنحدر من أسرة فقيرة وأنها يتيمة الأبوين. فكرت مريم أن تقوم بخطبة الفتاة وتزويجها لزوجها فاروق على أن تتخلص منها بعد أن تنجب له الخلف. وضعت مريم خطة محكمة كذلك حسبتها لاحتواء أزمتها المتفاقمة مع زوجها. الحلقة الثانية. لما أيقنت مريم العمراني أنها لن تستطيع الإنجاب وأن البحث عن علاج في سنها لن يكون أكثر من الجري وراء السراب، سعت إلى أن تحتفظ بزوجها طبيب الأمراض العقلية فاروق السائد. كانت تخطط لتجعله يحظى بالولد دون أن يفلت من يدها زمام المبادرة والتحكم في مجريات الأمور. رأيناها أمس كيف تذكرت عائشة تلك الفتاة التي التقتها في شفشاون. رأينا كيف دار بخاطرها أن تزوجها زوجها وأن تتخلص منها بعد أن تأتيه بالولد. كان الدكتور فاروق يرفض التبني، ولذلك لما عرضت عليه زوجته تزويجه على أن لا يتركها وافق. لم يضع سوى شرط واحد، أن لا تكون الفتاة قبيحة الشكل فيأتي الولد قبيحا. عدا ذلك أطلق فاروق يد زوجته مريم للتصرف. توجهت إلى شفشاون، قصدت الفندق الذي تعمل به عائشة، عائشة المرشان. التقتها، هيأتها للموضوع، زعمت لها أنها تريدها زوجة لشقيقها الطبيب. قالت لها إنه طبيب مشهور في فاس حيث يملك عيادة للأمراض العقلية. أقنعتها بأنه لفرط انشغالاته فوض لها أمر اختيار عروس له. رأت عائشة الشابة الفقيرة ويتيمة الأبوين أن زواجها من الطبيب ربما أخرجها من الفقر الذي يلازمها، وأن يجعلها تستبدل الأرض بأرض خيرا منها، كذلك فكرت. وعدتها مريم بأنها ستزورها ثانية وأن العريس سيكون معها. مرت أيام الانتظار بطيئة حسبتها عائشة دهرا. بعد أسبوع عادت مريم إلى شفشاون ومعها زوجها فاروق. اتفق على أن تلعب هي دور شقيقته. كان قد وافق على خطة مريم، وهو الآن ليس في موقع يتيح له أن يناقش أو يعترض، عليه أن ينفذ ويمتثل. لما رآها أعجبته، كانت ذات حظ من الجمال، عليها مسحة أندلسية، خجولة تتخذ وجنتاها لون الورد كلما همت بالحديث أو كلما التقت نظراتها بنظراته، وكان هو يتقن الدور الموكول إليه. كانت الخطة تقتضي أن يقنع عائشة بإسكانها في طنجة ولو أنه يقيم ويعمل في فاس. زعم أنه سئم سكان تلك المدينة وأنه يريد لأهله أن يسكنوا مدينة هادئة كطنجة المشرئبة إلى أوروبا المتربعة على واجهة المضيق. في الحقيقة لم يجد صعوبة في إقناع عائشة. كان يعلم أن مريم زوجته إنما تسعى إلى إبعادها عنها وإلى أن تبقيه معها إلا خلال عطل نهاية الأسبوع. ذهبت مريم إلى طنجة واقترت شقة مفروشة غير بعيد عن الشاطئ. كانت شقة جميلة. في الأيام التي تلت عجلت مريم بإتمام إجراءات الزواج. بعد 3 أسابيع زفت إليه في تلك الشقة المفروشة بمدينة طنجة. كانت عائشة تحسب أنه اشترى الشقة ليجعلها مسكنا دائما لها. كانت تمضي الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة وحيدة، وكان يأتيها نهاية الأسبوع. كانت مريم تترصد الأخبار، تنتظر أن يخبرها بأن عائشة حملت لتفعل المرحلة التالية في خطتها. بعد 5 أشهر ثبت أن عائشة حامل. كانت ذات خلق حسن، ولذلك أحس فاروق بأنه يرتاح إليها. كان انتظامه في التوجه إلى طنجة يلهب كل مرة أكثر
إحساس الغيرة لدى مريم. في نهاية الأمر أليست هي زوجته الأولى وصاحبة الفضل عليه؟ وبالرغم من أنه صار الآن ينتظر أن يكون أبا لمولود ذكر، فإن ذلك لم يغير كثيرا في سلوكه المطبوع بالغرور والتعالي، ولم يهذب لسانه. كان من عيوبه الكبرى إفشاؤه أسرار بعض من مرضاه، وهو ما حمل عددا منهم على رفع دعاوى قضائية ضده. كانت مريم تتابع عن كثب كل ذلك، بل إنها رأت في الدعوة التي رفعتها إحدى المريضات فرصة لإقناع فاروق بالهجرة إلى كندا. كانت سمعة المصحة تزداد سوءا يوما بعد يوم. كان حمل عائشة قد قطع أشواطا مهمة، وصار موعد الوضع وشيكا. كانت مريم قد وضعت في حساباتها أن تسرق الرضيع من أمه وأن تتخلص منها ولو بقتلها، ثم تسافر مع زوجها فاروق والرضيع إلى كندا ليبدأوا مرحلة جديدة في حياتهم. كان فاروق مهددا بالسجن لفضحه أسرار مرضاه، وكانت مريم تجعل من ذلك وسيلة ضغط ناجحة عليه. صار طيعا الآن، كذلك بدا لها. مرت ظروف الحمل عادية، ووضعت عائشة مولودها، كان ذكرا، سماه فاروق عمر تيمنا بجده عمر السائد. اكتشف فاروق طعما آخر للحياة وازداد تعلقا بعائشة. بعيدا عن طنجة كانت مريم تسرع الخطى لاستكمال إجراءات تأشيرة الهجرة إلى كندا. بعد أيام توصلت بالرد. أصرت عائشة على أن تقام حفلة العقيقة في شفشاون في أفخم فندق بالمدينة. وافق فاروق دون تردد، بينما كانت مريم تبدي معارضتها. في قرارة نفسها كانت تخشى أن تهيمن عائشة على فاروق الآن وقد أصبحت أم ولده. بعد انتهاء الحفل طلبت عائشة من زوجها أن تنتقل للعيش معه في فاس، بعد أن لم تظهر لها بوادر انتقاله للعيش في طنجة كما وعدها بذلك من قبل. كانت عائشة قد لاحظت أيضا أن فاروق لم يعد يأتي إلى طنجة نهاية كل أسبوع كما دأب على ذلك. لم تكن تعلم أن مريم تحاصره وتحول دون قدومه. في الآن نفسه كانت مريم تحاول أن تحد من تطور العلاقة بين فاروق وعائشة. كانت تعتقد أن إبعاده عنها سيتيح لها الحصول على تجاوبه الكامل مع خطة التخلص منها. ولإغرائه قامت بالتنازل عن كثير من أملاكها في الرباط وفي الدار البيضاء لفائدة المولود السعيد عمر. كان فاروق يخاف على الطفل إن هو أبعد عن أمه، ولذلك كان يحرص على اختلاق الأعذار لتأجيل السفر إلى كندا. سافرت مريم بمفردها إلى مونريال، حيث أودعت مبالغ مالية هامة في حساب بنكي مشترك بينها وزوجها، ثم اشترت منزلا. لما عادت أبلغته بكل التفاصيل وسلمته وثائق تخص الحساب البنكي. كان عليه أن يصدق عليها في السفارة الكندية حتى يتمكن من النفاذ إلى الحساب البنكي المشترك. ما لم تكن تعلمه مريم أن فاروق كان متابعا انشغالاتها الأخرى لحظة بلحظة. كان موقنا بأنها مصممة العزم على التخلص من عائشة. ما لم تكن تعلمه مريم أن فاروق صار يحب عائشة. الحلقة الأخيرة. أكملت مريم إجراءات الهجرة إلى كندا. سايرها فاروق وسجل ولده عمر ضمن جواز سفره، ولكنه في قرارة نفسه كان قد مال إلى التراجع عن السفر. ساءت سمعة العيادة الطبية، وساءت معها سمعة الطبيب فاروق السائد الذي كثرت الدعاوى المرفوعة عليه. وكان قد صدر حكم ابتدائي بسجنه شهرين لإدانته بتهمة إفشاء سر إحدى مريضاته. أقنعته مريم بأن الحكم سيحظى بالتأييد في الاستئناف، ولذلك ما عليه إلا الرحيل وسريعا. كانت مريم تستعجل الرحيل، وقبله كانت تسعى إلى التخلص من عائشة، تلك التي صارت الآن أقرب إلى الاستئثار بقلب فاروق. كانت ترى أنه صار ميالا إليها. كانت خطة مريم تقوم على التخلص من عائشة بقتلها،
استقر رأيها الآن على أن قتل عائشة وحده الكفيل بضمان احتفاظها بفاروق دون أن تنازعها فيه أخرى. ألم تجعله ينجب؟ صار له الآن ولد، فما حاجته إلى امرأة أخرى بعد الآن؟ كذلك كانت تتساءل مريم، كذلك كانت تتساءل، وفي الآن نفسه كانت تعد العدة للانتقال إلى الفعل. في مخيلتها اكتمل السيناريو، كانت ترى أن العملية ستمر في صمت ودون إثارة شك أو شبهة. لاحظ فاروق أن مريم كانت منذ بضعة أيام منهمكة في جمع المعلومات حول كثير من المواد السامة القاتلة، ولاحظ أنها ما لبثت أن جمعت الكثير من تلك المواد وأنها أعدت منها مادة سائلة. لاحقا أخبرت فاروق بأنها مادة منومة سوف تناولها عائشة تدسها لها في شراب. لما كانت مريم تعد العدة لتسميم عائشة أم عمر، كان فاروق قد اتخذ قراره الحاسم، لقد قرر أن يقتل مريم، ولذلك قام بشراء مادة سامة شديدة المفعول ووضعها في مكان آمن في انتظار اللحظة المناسبة. أقنعته مريم بأن يصحبها إلى طنجة وأن يقنع عائشة بأنهما جاء لقضاء بضعة أيام معها. كانت عائشة تحسب حتى تلك اللحظات أن مريم إنما هي شقيقة فاروق، لم تكن تعلم أنها زوجته. استجاب، اتصل بعائشة وأبلغها بأنهما قادمان، استعدت لاستقبالهما. في الغد كان معها في الشقة. تظاهرت مريم بأنها سئمت أكلات المطاعم وبأنها تريد إعداد الغذاء بطريقتها الخاصة. كانت عائشة منشغلة بطفلها عمر، ولذلك توجهت مريم إلى المطبخ، قالت إنها ستعد أولا براد شاي. التحق بها فاروق في المطبخ، شاهدها وهي تدس المادة المخدرة في الكأس الذي كانت ستقدمه إلى عائشة. كانت المادة المنومة بلا لون، كانت سائلا غطته ببضع ورقات نعناع. كان فاروق يتظاهر بمساعدتها، وضع أوراق النعناع في كل الأكواب، وفي الكوب الذي كان سيقدمه لمريم دس السم القاتل. كان الكوب نفسه الذي أعدته مريم لتناوله عائشة. قال لها فاروق إنه من سيقدم الشاي حتى لا تفطن عائشة إلى شيء. صدقته وتوجهت إلى الصالون. بعد قليل التحق بها يحمل صينية الشاي وبعض الحلوى. صب الشاي وهو يعلم الكأس التي تحمل السم. قدم الكأس الأولى إلى عائشة ثم الكأس المعلومة إلى مريم. ما أن رشفت بضع رشفات حتى بدأت تظهر عليها علامات النوم. بعد دقائق كانت قد أغرقت في النوم. نهض فاروق وطلب من عائشة أن تجمع حقيبتها وحاجات الرضيع. قال لها إنهم سيسافرون إلى كندا. كان قد حصل لعائشة ودون علمها على تأشيرة للسفر. لم يكن أمامها وقت يكفي للجدال والنقاش. بعد ساعة أخذوا وجهة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. كانت لدى فاروق تذكرة سفر بالطائرة. كان موعد الإقلاع منتصف الليل. لما وصلوا إلى المطار قام بتسجيل الأمتعة واجتاز دون مشاكل حاجز الجمارك، لكنه لما وصل شباك شرطة الحدود لم يسمح له بالمرور لأنه يتعين عليه أن يحصل لولده على جواز سفر شخصي. ولاستخراج ذلك الجواز كان عليه أن يتوجه إلى العمالة التي تتبع لها إقامته. كان له إقامة ثانوية في الصخيرات، ولذلك توجه إلى عمالتها في الصباح الموالي حيث تم له ما يريد. كان عليه الآن أن يتوجه من جديد هو وزوجته عائشة إلى المطار، علهم يجدون رحلة مقلعة إلى كندا أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كان كل همه أن يغادر المغرب وبأسرع ما يمكن. لم يكن يعلم أن أشياء حدثت بعد أن غادر طنجة إلى الدار البيضاء. عصر ذلك اليوم سمع جيران الشقة التي كان يكتريها في طنجة صراخ امرأة.
كانت تطلب النجدة. حاولت إحدى الجارات فتح الباب ولكنها لم تستطع. بعد حين خفت صوت المرأة، بدت وقد أغمي عليها. اتصل الجيران بالشرطة وبالوقاية المدنية. لما فتح الباب كانت المرأة منهارة فاقدة الوعي، وفجأة فتحت عينيها وقالت: زوجي أراد قتلي بالسم. استجمعت قواها ما بقي لها من قوة وقالت بصوت هو أقرب إلى الأنين: زوجي الدكتور فاروق السائد هو الذي قتلني. بالرغم من الجهد الذي بذله الأطباء لغسل معدتها فإنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها، ماتت قبل المغرب. سجل ضابط الشرطة القضائية الذي كان حاضرا كل ما قالته المرأة. في الواقع ما قالته يحتاج إلى جهد آخر لاستنباط ما قد يفيد في إخراج الحقيقة إلى النور. ضحى اليوم التالي تقدم الدكتور فاروق السائد وزوجته عائشة المرشان مع ابنهما عمر إلى شباك شرطة الحدود في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. كانت مصلحة الشرطة القضائية قد عممت مذكرة بحث عن فاروق السائد، ولذلك تم إلقاء القبض عليه وسيق رفقة زوجته إلى مفوضية الشرطة. في تلك الأثناء كانت مصلحة التشخيص القضائي قد حددت هوية المرأة. إنها مريم العمراني زوجة الدكتور فاروق السائد. كانت جثة المرأة تخضع للتشريح وتحليل المواد التي استخرجت من معدتها. سيعلم لاحقا أنها جرعت سما شديد المفعول. جاءت تلك النتيجة لتقصي فرضية محاولة الانتحار التي كان المحققون قد وضعوها في الحسبان، ذلك أن المادة السامة التي رصدت في أحد الكؤوس في الشقة التي تم بعدئذ ختم بابها بالشمع الأحمر هي المادة ذاتها التي استخرجت من معدة الضحية. تم أخذ البصمات التي كانت على الكؤوس الثلاثة. الكأس التي كان بها بقايا السم حملت بصمات الهالكة وأيضا بصمات الطبيب زوجها. تم إحضار فاروق وزوجته الثانية عائشة إلى طنجة. لما مثل أمام المحققين نفى أن يكون سمم زوجته الأولى، وقال إنه كان ذاهبا إلى كندا رفقة زوجته الثانية وابنهما للاستقرار هناك. كانت عائشة الزوجة الثانية تتابع مشدوهة ما يجري، فللمرة الأولى تكتشف أن مريم لم تكن شقيقة زوجها بل زوجته الأولى. كان فاروق يصر على الإنكار، وكانت قد توفرت لدى المحققين قرائن تدفع باتجاه تورطه في الجريمة. كان بين المحققين مفتش ذو خبرة طويلة في التحريات. خرج من المكتب وبعد حين عاد يحمل محضرا. قال لفاروق إنه محضر الاستماع لعائشة، وإنها اعترفت بأنها التي سممت مريم، وأضاف إن الطفل عمر سيرسل إلى دار الأيتام. كاد عقل الطبيب يطير. قال وهو يصرخ إن اعترافها عمل جنوني، إنها لم تكن تعلم أي شيء. هكذا وقع فاروق في فخ المفتش المجرب واعترف بكل شيء. على الطريق إلى أكليم. تقع قرية أكليم وسط سهل التريفة، قرية تتراوى بالكاد عن الطريق الوطني رقم 2 القادمة من بركان باتجاه زايو. تخترق القرية طريق إقليمية تعبر وسط الضيعات وتعود إلى بركان عبر سيدي سليمان شراع. في العام 2000 استقر عبد النور بويحيى في أكليم. جاء به من وجدة خاله الذي يملك ضيعة تنتج الحوامض في أطراف القرية. كان عبد النور المزداد في العام 83-900 قد أخفق في دراسته، ولما رأت أمه أنه بدأ ينزع إلى الانحراف كلمت شقيقها عبد الوهاب المعطي بأن يشغله في ضيعته. كان مما سهل الاستجابة لهذا الطلب أن عبد النور حاصل على رخصة السياقة، وكذلك
رأى خاله أنه سيتولى قيادة سيارة نقل العمال إلى الضيعة في الصباح الباكر من مركز ولاد داود وإعادتهم في المساء. كان الخال عبد الوهاب قد اشترى منذ فترة قصيرة سيارة نفعية جديدة، هي السيارة التي تولى عبد النور قيادتها. تم الاتفاق على أن يستفيد الشاب من يوم عطلة واحد كل أسبوع ومن أيام الأعياد. بدا عبد النور مسرورا لما تسلم مفاتيح السيارة لمباشرة عمله، وكان أسعد ما يكون حين يطلب منه خاله أن يتوجه إلى بركان لحمل مواد فلاحية من أسمدة وأدوية، وكذلك تعرف على نادية التي كانت تعمل كاتبة في شركة لبيع الأسمدة في بركان. كان يمضيان أوقاتا طويلة في الحديث هاتفيا، وصار الشاب يفضل أن يقضي كل عطله الأسبوعية في بركان. صار يهيم بتلك الشابة التي صارت كل شيء بالنسبة إليه، ومع مرور الوقت لاحظ أن تنقلاته الكثيرة إلى بركان صارت تلتهم كل أجرته التي يقبضها من خاله نهاية كل أسبوع. كان حين يمضي إلى لقائها يرافقها إلى أرقى ما في المدينة من مقاهي ومطاعم. كانت تلك أسعد لحظات أيامه، وقد لاحظت والدته أنه صار لا يفكر في زيارة عائلته في وجدة. ذات يوم اتصلت به بالهاتف وعاتبته عتابا كان قد غاب عليه منذ مدة. صار عبد النور يفكر في مصدر دخل إضافي يمكنه من تسديد فواتير لقاءاته مع محبوبته. كان مستعدا للقيام بكل ما يوفر له مثل ذلك الدخل الإضافي. بدأت تظهر في الحقول غلال الصيف، وصار يسري الحديث في أكليم عن حفلات الزفاف التي ستقام هنا وهناك. ود لو أنه يستطيع أن يعلن هو الآخر عن زواجه خلال ذلك الصيف من تلك التي وقع في حبها. فكر في التعاطي للتهريب، في شراء بضائع تهرب من الجزائر وتعرض في سوق بن درار. كان يظن أن نقل تلك البضائع المهربة وبيعها في أكليم قد يوفر له بعض المال. قرر أن يأتي بزيت المائدة وببعض التوابل وأن يبيعها إلى تجار هناك. كان قد استطاع أن يقترض من صديق له في وجدة 2000 درهم، وعده بتسديدها خلال أسبوع أو 10 أيام. كان خاله لا يمانع في أن يحتفظ بالسيارة نهاية الأسبوع. في 8 مايو زعم لخاله أنه يريد الذهاب إلى وجدة لزيارة والديه وإخوته. كان عليه أن يعود في اليوم نفسه أو في الصباح الباكر لنقل العمال إلى الحقول. ما كان يهمه أن ينطلق بأقصى سرعة. كانت نادية تنتظره في بركان. حملها وتوجه إلى بن درار. في الطريق أطلعها على مشروعه، لم تعقب بكلمة. في النهاية ذلك شأن يعنيه هو. في بن درار اشترى عبد النور 10 قنينات من زيت المائدة وكميات من التوابل وصندوق شاي. في أحد المطاعم التي تصطف على الشارع الرئيس في بن درار تناول ومحبوبته نادية طعام الغداء. قبيل العصر أخذ طريق العودة. في بركان ودع نادية وتواعد على لقاء جديد نهاية الأسبوع، ثم انطلق إلى أكليم. كان قد اتفق مع بقال في القرية على بيعه ما سيأتي به من بضاعة. لم يكن ما حصل عليه يمثل ربحا كبيرا، ولذلك قرر أن يبحث على بضاعة أخرى تدر عليه ربحا أكبر. ولعل عدم توقيفه من قبل أي دورية للدرك أو الجمارك مما شجعه على المضي في عمليات التهريب تلك. في مقهى القرية كانت الأحاديث تتناول مواضيع شتى، ومع أن معظمها يتعلق بالفلاحة والغلال فإنها لم تخل من مواضيع أخرى، وكذلك سمع بالأدوية التي يتم تهريبها من الجزائر. كان الإشكال لديه في الجهة التي يمكن أن تشتري منه تلك البضاعة. بدا له أن الأمر ليس بالسهولة التي كان يتصورها، ولعله تراجع، قد يكون منح نفسه مهلة لمزيد من التفكير في الأمر. كما وعدها جاء عبد النور إلى بركان. كانت نادية تنتظره في المكان نفسه حيث اعتاد على اللقاء.
لم تكن بمفردها هذه المرة، كانت معها فتاة أخرى قالت له إنها صديقتها ليلى. مضى الثلاثة إلى مقهم قريب، دار الحديث حول مواضيع عدة، ثم اقترحت عليهما ليلى مرافقتها إلى منزلها. سيعلم عبد النور أنها تسكن لوحدها في شقة وسط المدينة، كانت فتاة من فيجيج تعمل في شركة للاستيراد والتصدير. أخبرته بذلك نادية دون تفصيل. بنفس روح المغامرة التي تحركه رافق عبد النور الشابتين. كانت ليلى تسكن شقة صغيرة بها أثاث أنيق في بساطته، وما أن استقروا حتى جاءت بعصير برتقال وبضع حلويات، وأخبرتهم أنها أعدت باكرا وجبة الغذاء وأنهما ضيفاها. وهم على مائدة الغذاء فاجأته تلك الشابة التي لم يكن قد التقاها من قبل بأنها تعرف سعيه إلى الانخراط في تجارة التهريب. قالت له إنها ونادية يتقاسمان كثيرا من أسرارهما. ضحكت وقالت له إنها علمت أنه جاء من بندرار بقنينات زيت وشاي وتوابل، وأنه باع بضاعته في أكليم. قالت له إنها تجارة لا تدر ما يمكن أن يسمى ربحا. كان يصغي باهتمام إلى ما تقوله تلك الشابة ذات العينين السوداوين، ثم انتهت إلى ما كان ينتظره، أن تقترح عليه تجارة توفر ربحا مقنعا. نظرت في عينيه للحظات وكأنها كانت تنتظر أن تنطق بما يؤكد لها أنه مستعد للمغامرة. كانت نادية تتابعها في صمت وقد ارتسمت على ثغرها ابتسامة. قالت ليلى اسمع يا عبد النور، في عالم التهريب إما أن تكون قادرا أو ستدوسك كل الأقدام. ما الذي تعنين؟ سألها بنبرة تشي باستعداد للاندفاع. تهريب المواد الغذائية يتطلب الكثير حتى يدر ربحا. كان يتابعها صامتا لما أضافت سأدلك على تجارة ربحها مضمون وزبناؤها مضمونون. الأقراص. عن أي أقراص تتحدثين؟ تلك التي تحدث انتشاء وتبتعد بك عن واقعك الذي لا يرضيك كله. قالت ذلك وضحكت. لم أفهم. هناك من يأتي بها من الجانب الآخر من الحدود، وسأدلك عليه بعد أن نتفق. نظر إلى نادية وكأنه يستنجد بها لتفهمه. قالت له إنما تعرضه ليلى تجارة في بضاعة خفيفة الوزن تدر أرباحا مهمة، هي أقراص تشبه في مظهرها تلك الأدوية التي تباع في الصيدليات. أيقن عبد النور أن الشاب تعرض عليه أن ينخرط في شبكة لتهريب الأقراص المهلوسة من بريدرار إلى مدن كفاس ومكناس، وقد كبرت دهشته لما رأى تلك التي أحبها وقد انخرطت في الحديث. كانت تحرضه على القبول. قالت له إن تلك التجارة ستمكنه من أن يحقق ما يبغي خلال أشهر فقط. كان في حديثهما ما يغري، ولكنه أحس بأن الأمر يتطلب التريث، ولعلها المرة الأولى التي يجنح فيها إلى التريث. لم يفكر يوما في الاتجار في المخدرات. عم الصمت للحظات، ثم رن هاتف ليلى. سمعها تقول وهي تنظر إليه ليس بعد، ربما يحتاج إلى تفكير. كان يتناهى إلى سمعه صوت رجالي لا يستطيع أن يفهم الذي يقول. سنرى، قالت ليلى ثم أنهت المكالمة. نهض عبد النور من مكانه، قال لها إن عليه أن يغادر إلى أكليم، ودعها وودع نادية. كان يكتم خيبة أمل كبيرة، فقد صار يقينا لديه أن تلك التي أحبها تقيم علاقة بشبكة لتهريب الأقراص المهلوسة. قرر أن يقطع كل صلة له بها. سلك الطريق الوطنية رقم 2، ولما وصل حي بوعياد أخذ الطريق الإقليمية المؤدية إلى أكليم. لما بدأ يتوغل بين الضيعات في المرآة العاكسة ظهرت له سيارة رباعية الدفع بيضاء، كانت تقترب وكانت أضواؤها ترسل ومضات متتالية. حسب أن السائق يريد أن يتجاوزه، ولما نحى جهة اليمين وخفض السرعة
سارت السيارة البيضاء بمحاذاته. كان على متنها رجلان، الذي بجانب السائق يمسك بندقية صيد. صوبها إليه وأشار إليه أن يتوقف. أصابه ذعر شديد، انطلق مسرعا. سارت تلك السيارة البيضاء خلفه الآن على مسافة لا تقل عن 300 متر. كان يسوق بسرعة جنونية. السيارة البيضاء خلفه مباشرة، ثم رأى منعطفا قريبا، ضغط على الفرامل. صدمته تلك السيارة من الخلف. كان يعلم أنه سيجد متسعا قريبا على جانب الطريق بعده منحدر. لما وصل إليه فرمل فجأة، سمع العجلات تحتك، ثم انعطف بقوة على اليمين. فاجأ المنحدر سائق السيارة التي تلاحقه، ولحظة توقفه رآها تتدحرج. انطلق مسرعا ومضى إلى ضيعة خاله. كانت الشمس قد غابت منذ وقت قصير، وكان الشفق يصبغ بحمرته الأفق. دخل غرفته ونام. في الصباح الباكر وهو ينتظر العمال في ولاد داود، سمع حديثا عن انقلاب سيارة على طريق أكليم، وعن العثور على متن السيارة على بضع مئات من أقراص الهلوسة. لاحقا سمع عمالا في الضيعة يقولون إن الشخصين اللذين كانا على متن السيارة لم ينجوا من تلك الحادثة. على بعد أمتار من الحلب، في باماكو عاصمة مالي، يمضي شارع القدس موازيا إلى حد ما لمجرى نهر النيجر الذي يخترق المدينة. في ذلك الشارع ترعرع بابكر تيجان، إذ كانت عائلته تسكن منزلا يبعد ببضع مئات من الأمتار عن حلبة سباق الخيول. يذكر بابكر سن طفولته الأولى حين كان رفقة أقران له يذهبون للسباحة على ضفة النهر. كانت رحلاتهم تلك التي تبدأ بعبور شارع القدس مغامراتهم التي لن ينسوها. ثم تعاقبت السنون مسرعة. كان بابكر الولد الأكبر لأسرة تتكون من 3 بنات وولدين، وقد وعى باكرا بأن احتياجات الأسرة صارت تتجاوز ما تدره ورشة النجارة التي كان يديرها والده. لما بلغ 20، نحن في العام 2000، صار يستشعر أكثر ثقل العبء الذي يحمله والده ألسان. كان في 50، ولكن مظهره يوحي بأنه أكبر من ذلك بكثير. كانت مقابلات كرة القدم التي يحتضنها ملعب كوليبالي متنفسا حقيقيا لشرائح واسعة من الشباب، وكلما انتهت متعة الفرجة عاد الفقر ليستفزهم أكثر بتجلياته المتعددة. رأى بابكر أن السبيل الوحيد للخلاص مما هو فيه من فقر أن يهاجر، أن يسلك الطريق الذي سلكه مغامرين مئات الآلاف من أبناء إفريقيا لبلوغ ضفاف الاتحاد الأوروبي، حيث يظنون تتحقق كل الأحلام. ما صار يفكر فيه الشاب بدأ يقلق والده، الذي كان يظن أن الأجدى له أن يتعلم حرفة والده ويصبح نجارا وأن يعمل على تطوير الورشة. ولكن الشاب كان مصرا على الرحيل، يظن أنه يستطيع تحقيق كل ما يحلم به سريعا ويعود إلى عائلته وقد غنم من الرفاه الأوروبي نصيبا. كذلك كان يظن، كما كان يظنه كثير من أصحابه. ثم قرر الرحيل. جاء إلى أمه بنته يبلغها بما عزم عليه. طلب منها إن كان في إمكانها تزويده ببعض المال والزاد ما يكفيه للوصول إلى موريتانيا. مساء ذلك اليوم جاءه الرد من والده، الذي أدخله غرفة وأقفل عليه بإحكام. كان ألسان يريد أن يراجع بابكر نفسه ويعود إلى جادة الصواب. في صبح اليوم التالي جاء ألسان يريد التحاور مع ابنه، ولكنه لما فتح باب تلك الغرفة لم يجد أحدا. كانت النافذة المفتوحة على الشارع طريق بابكر للهروب، لم يلحق به. وقد علم ألسان أن ولده رحل برفقة 3 آخرين من أبناء الحي. مر أسبوعان، كان سفرهم مراحل، هي قرى وبلدات انتظمت في طريقهم.
ثم وصلوا نيورو. قال مامادو وكان أكبرهم عليهم أن ينتظروا في تلك البلدة بعض الوقت قبل العبور إلى موريتانيا. مكثوا هناك 10 أيام. استضافهم ابن خال لمامادو، كان خبيرا بالمسالك وأحوالها. ثم مساء 4 أبريل جاء يخبرهم بأن بإمكانهم العبور إلى موريتانيا، حيث سيجدون في انتظارهم من يقودهم إلى مبوت. كانت محطة أخرى، هي قرية صغيرة. يعمل مضيفهم ولم يعلم له اسما آخر غير عبد الله في التجارة. لم يأتي في أحاديثه السمرية معهم على ذكر نوع محدد من التجارة. فهم الشبان 4 أن كل تجارته مع السنغال عبر النهر. كان عبد الله رجلا عارفا بما يجري عبر النهر ومن حوله في تلك المنطقة حيث تتداخل الحدود بين السنغال وموريتانيا. الهجرة إلى الشمال بدأت تتخذ شكل تجارة قائمة الذات. الوسطاء المحليون يقودون إلى وسطاء أوروبيين، وإلى حديث عن قوافل في البر وسفن تنتظر في النهر وأخرى في عرض المحيط. ولا حديث عن تلك الإخفاقات والأحلام التي تنكسر، ولا عن الذين يبحرون ولا يبلغون البر. بدأ أبا بكر يحس شوقا إلى باماكو، إلى النهر، إلى أمه وإخوته. ولكنه في كل مرة انتابه فيها ذاك الحنين كان يعود إلى حقيقته الجديدة، الطريق الذي يمضي فيه لا يتيح العودة قبل بلوغ ضفة الأحلام. تدبر أصحابه أمورهم، إذ كان لديهم من المال ما جعلهم يستعينون بخدمات وسطاء أركبوهم قوارب من سان لوي، ووعدوهم بركوب سفينة تنتظر في عرض المحيط. لم يعد يسمع عنهم خبرا منذ أن ودعوه. كانوا ينوون الذهاب إلى الجزر الخالدات. خلال الشهور 3 التي تلت كان يساعد عبد الله في بعض الأشغال، ولكن التاجر الموريتاني لم يتح له فرصة للانغماس أعمق فيما كان يقوم به من نشاط. فكر الشاب القادم من باماكو في التسلل إلى سان لوي، علّه يجد هناك عملا يوفر له بعض المال. ولكن مضيفه لما لمس منه رغبة في الرحيل نصحه بالتوجه إلى نواكشوط العاصمة، دله على قريب له هناك يشتغل في البناء. كانت شاقة الرحلة من بوت إلى نواكشوط. عامل مساعد بناء، ثم أظهر معرفة بالنجارة. لاحقا سيحكي لمشغله عن ورشة والده هناك في باماكو، ولعله استحضر ما كان يدعوه إليه ونصحه له بتعلم النجارة. يميل العام 2005 إلى الانصرام. في أواسط خريفه في أكتوبر التقى بابكر تيجان رجلا من السنغال يعمل مقاولا في البناء، وقد سعى الشاب إلى أن يوطد علاقته معه علّه يجد عنده عملا لقاء أجر أفضل. لما علم أنه ملم بالنجارة ألحقه بمقاولته، ثم ما لبث أن قربه إليه وصار يعتمد عليه في كل ما يتعلق بأمور النجارة. لم يتخلى بابكر عن حلمه بالهجرة إلى أوروبا، وذات يوم فاتح السنغالي في الموضوع، بل طلب منه أن يساعده. رد عليه بأنه سيرى إن كان هناك من يستطيع الاعتماد عليه. كان بابكر يعلم أن للرجل علاقات مع شخصيات نافذة وأخرى ذات تأثير في المجال التجاري والاقتصادي. لما مر شهر أو كاد قال بابكر إن الرجل نسي ما طلبه منه، وقد هم بأن يذكره متى أتيحت له الفرصة. بعد بضعة أيام فاجأه المقاول السنغالي بأن أبلغه بأنه وقع على من يساعده في الهجرة إلى الجزر الخالدات. كان ما يطلبه وسيط الهجرة السرية يقل بكثير عما كان يتوقعه بابكر، أي ما يعادل 800 يورو. كان الشاب المالي يتوفر على ذلك المبلغ، ولذلك لم يتردد في الموافقة. أخيرا سيضع قدمه ليقطع المرحلة الأخيرة في طريقه نحو الحلم الذي جاء يحمله معه من باماكو. كان الوسيط الذي قدم نفسه باسم أونوري سنغاليا، رجل متوسط القامة تدلى بطنه فوق حزام سرواله المقلم، يحاول بقبعته البيضاء
التي لم تخل من بقع داكنة أن يمنح هيئته مسحة برجوازية. كان يتكلم بنبرة فيها بعض من التعالي، يبدو وكأنه يختار كلماته بدقة حتى لا يخامر مخاطبه شك أدنى شك في أنه ينطق يقينا وأن ما يعد به سيتحقق. تم الاتفاق على الإركاب فجر 4 نوفمبر. قبل ذلك كان على باباكر أن يحضر 2 من قبل. التقاه مساء، قاده الرجل عبر دروب في عدد من أحياء واكشوت، حيث كان على موعد مع مرشحين آخرين للإبحار. لما وصلوا ذاك المنزل الذي أودعوه وجدوا 3 أشخاص آخرين علموا منهم صبح اليوم التالي أنهم من النيجر. بعيد منتصف الليل ذاك 4 نوفمبر جاء إلى المنزل رجلان، تكلما إشارة مع 6 وأفهماهم أن موعد الرحلة قد حان. لم يكن البحر بعيدا، تسللوا الواحد بعد الآخر إلى الشاطئ حيث كان في الانتظار قارب من تلك القوارب التي يستعملها الصيادون. لم يستغرق الإركاب أكثر من 1/2 ساعة. جاء أحد 2 اللذين استقدماهم من ذلك المنزل وساعد على دفع القارب إلى مياه أعمق، ثم بدأ ذاك الذي تولى القيادة يجذف. لما تقدم القارب بعيدا عن الشاطئ رأوه يشغل محركا، بدا من صوته أنه يحتاج إلى إصلاح. وحده صوت المحرك يعترض صوت الموج. كلما توغلوا بعيدا عن الشاطئ كان يزداد إحساسهم بالبرد. بعد ساعة توقف القارب، الركاب صامتون، أسنان بعضهم تستك من البرد وخوفا أيضا. في الأفق ظهرت أضواء، لعلها السفينة الموعودة. أضواؤها تقترب ويسمع أوضح هدير محركها. أدار قائد القارب المحرك وبدأ يتقدم نحو السفينة التي كانت آخذة وجهة الشمال. اقترب كثيرا، بدت السفينة وقد خففت سرعتها قليلا. تدلى قارب نجاة. القارب الذي جاء بهم من اليابسة يسير بنفس سرعة السفينة. تدافع الركاب 6 وتسلقوا القارب. بإشارة من مصباح يدوي بدأ رفع قارب النجاة. التفت بابكر ونظر إلى أسفل، كان القارب الصغير يبتعد عائدا إلى الشاطئ. الذي تولى أمرهم أخفاهم في العنبر حيث الآلات. جاءهم ببعض الطعام وطلب منهم بإشارات ألا يبرحوا مكانهم. غابت شمس ذلك اليوم، حل مساء اليوم التالي. جاءهم يقول بإشارات إن عليهم أن يصعدوا. للمرة الأولى رأوا اليابسة. أشار الرجل إلى قارب غير القارب الذي أركبوه للصعود إلى السفينة. كان قاربا مطاطيا صغيرا، ركبوه متوجسين. ولما كانت السفينة في أقرب نقطة إلى البر أنزل القارب، ولما لامس الماء أرسل. بدأ أحدهم يجذف. كانت السفينة قد ابتعدت، يريدون إلى البر الذي كان يبعد بنحو 100 متر. مرت 10 دقائق، حسبوها دهرا، يظنون أنهم يجذفون مكانهم، لا يتقدمون. وفجأة رأوا قاربا سريعا يتوجه نحوهم. في البدء لم يعيروه كبير اهتمام، ثم لما اقترب وشاهدوا أضواءه الوامضة أيقنوا أنهم وقعوا في قبضة البحرية الإسبانية. في مركز يجمع فيه المرشحون للهجرة السرية التقى باباكر أصدقاءه 3 الذين رحل معهم من باماكو. هم أبحروا من سانلوي، ولكنهم كما حدث له ألقي بهم من السفينة حين لاحت اليابسة، فالتقطتهم دورية لخفر السواحل كما التقطت. عائد من بويا عمر. كان سكان زنقة غينيا في الحسيمة قد تعودوا على ذلك الصراع الذي لا ينتهي بين ولدي المرحوم الهاشمي الموساوي. كان الجيران يتفهمون إلى حدود معقولة المعاناة التي يعيشها الابن الأكبر عبد الناصر بسبب إدمان شقيقه الحسين المخدرات الصلبة. كذلك عاد مدمنا من إسبانيا في العام 2000. مع مرور الشهور وتوالي سنوات
نحن الآن في العام 2009، صار عبد الناصر يعجز عن توفير ما يطلبه شقيقه من مال للحصول على جرعاته من المخدرات، ولم يكن يتصور يوما أن شقيقه الحسين سيمد يده إلى جيب أخيه ليختلس مالا يدفع به لمروجي المخدرات الصلبة، ولم يخطر بباله يوما أن يبلغ به الحال حد سرقة التلفزيون أو موقد المطبخ أو جهاز تسخين الماء لبيعه في الجوطية والحصول على ما يكفي لشراء جرعة أو بضع جرعات من المخدر. كانت حالته الصحية في انحدار لا يتوقف، وصار يخاله ينتهي بجرعة زائدة. يصيبه الرعب حين يتهيأ له أنه سيجده ملقى على الأرض خلف الباب، ولا يكاد يمر يوم دون أن يسمع الجيران صراخهما وهما يتخاصمان. احتد صراعهما بشكل لافت للنظر بعد أن توفيت والدتهما قبل عامين، بعد أن أمضت العام الأخير من عمرها مقعدة. ثم بين عشية وضحاها في ربيع العام 2009، لم يعد الجيران يسمعون تلك الأصوات التي كانت تصدر من منزل المرحوم الهاشمي المساوي، وكأنهم يفتقدون إيقاعا من إيقاعات حياتهم اليومية. وللمرة الأولى فاتح أحد الجيران عبد الناصر في شأن اختفاء شقيقه الحسين عن الأنظار، ولقد رد عليه بأنه لم يكن يرغب في الحديث إلى أحد في هذا الموضوع لولا أنه يعرف أن الرجل كان صديقا عزيزا على والده. ظن عبد الناصر أن الرجل لن يبوح بالسر، فأبلغه بأنه تدبر الأمر وأودع شقيقه الحسين ضريح الولي الصالح بويا عمر. سرد عبد الناصر على الرجل الحاج مولود الورياغلي وكأنه يستبق لوما من قبله كل ما يقال عن بركات الولي بويا عمر في علاج السحر ومس الجن. وقد كان عبد الناصر لفرط معاناته قد أيقن أن شقيقه ما أدمن على المخدرات إلا لأنه أصابه مس من الجن أو عمل له عمل من السحر، كذلك كان يظن، بل كانت تلك قناعته التي لا يريد أن يتراجع عنها قيد أنملة. لم يجادله الحاج مولود الورياغلي طويلا ودعا للحسين بالشفاء والهداية، ثم مضى يتوكأ على عصاه. سمعه عبد الناصر يهمهم بكلمات لم يدري لها معنى. قبل أن يذهب بشقيقه الحسين إلى بويا عمر كان عبد الناصر قد درس الأمر جيدا، ولم يشرك فيه سوى صديق له يعلم علم اليقين أنه لن يبوح له بسر. كانت لصاحبه ذاك سيارة، وقد اتفق على أن ينوم الحسين وأن يكبلاه بإحكام ثم يحملانه على متن تلك السيارة ويمضيا به إلى بويا عمر. كان ذلك الصديق يعلم الطريق إلى ضريح ذلك الولي الصالح الذي يعتقد كثيرون أن بركاته تشفي كل الأمراض التي استعصت والتي تتسبب فيها قوى خارقة كقوى الجن والسحر. في بويا عمر الذي يبعد بنحو 30 كيلومترا عن قلعة سرغنة إلى الشمال من مراكش يلتقي أناس قدموا من كل جهات المغرب، جاءت بهم أسقامهم وآلامهم التي لا يفهمون لها سببا. من الوافدين على المكان من يقولون إنهم ما جاءوا إلا بعد أن عجز الأطباء عن علاج أمراضهم، ومنهم كثيرون جاءوا يطلبون بركة دفين المكان ويتلمسون الشفاء من أمراض لا يولون كبير اهتمام بمعرفة أسبابها بقدر ما هم يحرصون على اختصار المسافة وطي الطريق إلى العلاج. في الوافدين على بويا عمر فئة جاءت تصحب قريبا أو أخا في رحلة الفرصة الأخيرة. بعضهم يعلم وهو يقصد المكان أنه سيتمكن من التخلص منه هناك. حول الضريح نمت كالفطر في سنوات قليلة براريك يؤجرها الذين أقاموها هناك للوافدين على ضريح بويا عمر، بل إنهم مع مرور الوقت واكتظاظ الزاوية صاروا يقدمون خدمات أخرى، إذ يؤون المرضى الذين لا يستطيع أهلهم ملازمتهم أو البقاء معهم إلى أن يمن الله عليهم بالشفاء. وكذلك استأجر عبد الناصر مكانا لشقيقه الحسين في واحدة من تلك البراريك التي تحاصر ضريح بويا عمر. مكث معه أسبوعا
كانت نوبات الحاجة إلى المخدر تجعل الحسين أعنف من كل وقت فات، ولكنه في نوباته تلك كان يعي جيدا أن لا أحد في ذلك المكان يستطيع أن يأتيه بجرعة هيروين، لا أحد. تتالت نوباته وعلى صراخه وصياحه وتلفظ بأقبح العبارات في حق شقيقه. كان عبد الناصر يقابل كل ذلك بالصمت. لما مر الأسبوع استيقظ باكرا، نظر إلى وجه أخيه نظرة وداع. كان الرجل الذي اتفق معه على الاعتناء بالحسين قد وضع في قدمي الشاب قيدين من حديد، لم يستطيع الهرب. كان مغمض العينين وقد حسبه عبد الناصر نائما. أدى رفقة صديقه صلاة الفجر في الزاوية، ولما كان حفظة القرآن يتلون الحزب الراتب ركب السيارة وانطلق لا يلويان على شيء. قطع عدة كيلومترات صامتين لعل منظر الحسين المقيد الرجلين يؤلمهما، لعل عبد الناصر عاد بالذاكرة بعيدا حين كان الحسين شابا لم يمسس المخدرات بعد. عاد إلى الحسيمة، وعلى مدى نحو عام كامل كان عبد الناصر يبعث حوالات بريدية إلى ذلك الذي آوى شقيقه وظن أنه يعتني به، ولقد اتصل به بضع مرات على هاتفه يسأله عن أحوال الحسين. كان الرجل الذي لم يعلم له اسما غير العبد يطمئنه أن حال الحسين يتحسن يوما بعد آخر وأن لا داعي للقلق. وحتى يضفي ما يكفي من مصداقية على أقواله كان يختتم كلامه بقسم غليظ وبدعوة عبد الناصر إلى القدوم إلى بويا عمر حتى يرى بعينيه أن الحسين في تحسن. ما لم يكن يعرفه عبد الناصر وربما لم يكن يهمه أن يعرف أن الحسين لم يكن يقيم بمفرده في غرفة من تلك البراكة التي يملكها العبد على بعد زنقتين من مدخل الضريح، فقد أسرك العبد مع الحسين ثلاثة أشخاص آخرين يعانون من اضطرابات عصابية. كان اثنان منهما من مكناس، بيد أن الثالث وكان يقول إن اسمه عمر جيء به من الناظور. كان شابا في مستهل الثلاثينات، وقد وجد فيه الحسين مؤنسا إذ كان حين يصفو مزاجهما يتجاذبان أطراف الحديث بالريفية، وكذلك بدأ يخططان للفرار. كان عمر القادم من الناظور يعتبر نفسه ضحية تصفية حسابات وراءها ابن عم له كان ينافسه في ود تلك التي أحبها. حكى ذات يوم للحسين أنها زوجت ابن عمه عنوة وأنها لم تمض عنده سوى ثلاثة أشهر ثم انتحرت. قال إنها كانت تحبه وإنه أصيب بانهيار عصابي حاد لرحيلها العنيف ذاك. قال أيضا إن ابن عمه وسوس لوالده بأن الفتى قد جن وبأن العلاج يوجد في بويا عمر. وكما نسي الحسين نسي عمر. قضية الهروب بالنسبة إليهما تبدو مصيرية، وقد حاول مرات أن يتخلص من قيديهما، ولكن العبد ضربهما ضربا مبرحا لما اكتشف الأمر. ثم مرت ثلاثة أشهر أحس فيها الحسين بأن شيئا ما تغير، لم يعد العبد يطعمه، ثم فك وثاقه ذات يوم وقال له امض حيث تشاء فإن أخاك لم يعد يدفع مستحقاته الشهرية. خرج الحسين من الكوخ يستكشف مكانا لم ير منه سوى ملامحه العامة يوم جاء به شقيقه. تسول في باب الزاوية، وكان من حين إلى آخر يحاول العودة إلى براكة العبد يستطلع أخبار عمر. وذات مساء تمكن من التسلل إلى البراكة، كان العبد غائبا. حمل عمر على كتفيه وخرج مسرعا. لما ابتعد عن حزام البراريك أجلس صاحبه عند جذع شجرة ومضى يبحث عن حجر يكسر به القيد. لم يتطلب الأمر جهدا كبيرا. ذاك المساء جاء أحدهم بقصعات من الكسكس إلى الزاوية، لم يكن أمرا غريبا، كثيرون هم الذين يتصدقون على الفقراء الذين يعيشون حول ضريح بويا عمر. أكل جيدا ولم يكون قد شبع منذ أمد بعيد. قرر أن يبدأ رحلة العودة إلى الريف مع تباشير الصباح. لم يكن معهما من المال ما يشتريان به تذكرة سفر،
فكر أن ينطلق مشيا على الأقدام وأن يعمل على تدبر الأمر وهما في الطريق. لما ابتعد ببضع كيلومترات عن بويا عمر وقد ظن أنهما في الطريق إلى قلعة سراغنة، استوقف صاحب شاحنة لنقل المافية وطلب منه نقلهما إلى قلعة سراغنة. كان السائق وحيدا وكانت شاحنته فارغة إذ كان يقصد إلى مراكش. حملهما ولم يسألهما عن حالهما، ولما بلغ مشارف قلعة سراغنة توقف. نزل الشابان وشكراه ثم أكمل الطريق إلى سوق المدينة. تسول هناك، ولكن ما حصل عليه لم يكن ليكفي ثمن التذكرة. سأل عن الطريق إلى الدار البيضاء، فدلهم أحدهم على طريق بن جرير. على تلك الطريق حركة سير هامة، كان يستوقفان السيارات، ولما كاد يفقدان كل أمل توقفت شاحنة محملة بالخضر. كان السائق يقصد إلى سطات، حملهما معه في المقصورة وكذلك علم منهما قصتهما. بدا الرجل الطيب وقد أسف لحالهما. ولما بلغ سطات اتصل بصديق له يقوم برحلات إلى الناظور يحمل معدات الحمامات، كان سينطلق في فجر اليوم التالي. استغرقت الرحلة من بويا عمر إلى الناظور 6 أيام. وصل إلى الناظور مساء. لم يكن الحسين يعرف المدينة وعول على صاحبه عمر. قصد إلى منزل قال عمر إنه يمثل جزءا من نصيبه في الإرث. كان منزلا غير مكتمل البناء في أطراف الناظور. وقد استغرب الحسين أن عمر دخل متسللا من نافذة في الطابق الأرضي. في الداخل افترس قطعا من ورق الكرتون ونام. لم يستيقظ سوى بعد ظهر اليوم التالي. كان الحسين مستعجلا العودة إلى الحسيمة. ودع عمر وامتطى سيارة أجرة من الصنف الكبير. لما طرق باب المنزل أطلع عبد الناصر. لم يصدق أن الواقف بالباب هو شقيقه الحسين الذي تركه في بويا عمر. عاد إلى الداخل، ولكن الحسين عاود طرق الباب. إذ ذاك أيقن عبد الناصر أن من بالباب هو الحسين العائد من بويا عمر. نزل، وما أن فتح الباب حتى انقض عليه الحسين فاجأه، أسقطه أرضا وجره إلى غرفة في عمق الممر. كان عبد الناصر يختنق، ولما دخل تلك الغرفة عجل بإغلاق الباب واستل سكينا. لم يدري عبد الناصر أين كان يخفيه، هم بنحره، ولكن يده لم تقوى على الفعل لما نظر في عينيه. أرسله وقال له بمقدوري أن أذبحك، ولكنني لا أفعل. لقد ألقيت بي في بويا عمر كما يلقى بالأشياء المستنفذة في مطرح النفايات. نهض عبد الناصر وعانقه، صده الحسين لحظات، ثم ما لبث أن انخرط في نوبة بكاء. وفي لحظة ما سمع صوت طفلة تقول بابا. التفت الحسين وسأل عبد الناصر من تكون؟ نظر إليه عبد الناصر وهو يمسح دموعه وقال هي ابنتي عائشة. انهيار عمارة في طور البناء. فجر 29 من غشت من العام 12 و2000 انهارت عمارة في طور البناء في حي الخير بالرباط. كانت واحدة من عمارات المنعش العقاري المعروف بعز المستغفر الذي اشتهر بأثمنته المناسبة. قال العمال الذين كانوا يسكنون في الورش إنهم استيقظوا على هدير قوي، حسبوا أن الأمر يتعلق بزلزال. الذين لم يتمكنوا من الخروج في الوقت المناسب دفنوا أحياء تحت أطنان من الإسمنت المسلح والأجور. في جملة من نجوا عدد من العمال كانوا قد غادروا الورش إلى مسجد غير بعيد لأداء صلاة الصبح. بعد أقل من ساعة كان في عين المكان المسؤولون المحليون، في مقدمتهم العامل ووكيل الملك ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني وقائد الدرك ورئيس الوقاية المدنية. مكنت الجهود التي بذلها رجال الوقاية المدنية من الوصول إلى ما كان الطابق الأرضي من العمارة المنهارة، وتم انتشال أحد العمال. كان على قيد الحياة ولكنه في حالة خطرة، وتم رصد وجود جثتين لم يتسنى انتشالهما إلا بعد أن انتصف النهار وبعد تسخير عدة آليات.
كانت عملية رفع الأنقاض تتم مع حرص شديد على عدم المساس بما تمت معاينته، وذلك حتى يتسنى لرجال الشرطة القضائية إجراء البحث وتحديد المسؤوليات فيما وقع بتعاون مع المهندس رئيس قسم البناء بعمالة تمارا. تولى رئيس مصلحة الشرطة القضائية شخصيا الإشراف على سير التحريات، يساعده في ذلك ضابط الشرطة عمر المصلوحي الذي ما أن حل بالموقع حتى عمد إلى أخذ عينات من الخرسانة وفحص شمل القضبان الحديدية المستعملة في الأسقف وفي الأعمدة، وسريعا أسر إلى رئيسه بأن العمارة إنما انهارت بسبب الغش في نوعية القضبان الحديدية والنقص الواضح في كمية الإسمنت المستعمل. رأى رئيس مصلحة الشرطة القضائية أن الضابط المصلوحي تجاوز حدود المهمة الموكولة إليه، وأنه قدم استنتاجات لا يحق تقديمها إلا لمتخصص وخبير في شؤون البناء. لم يكن رئيس مصلحة الشرطة القضائية قد عمل من قبل عملا ميدانيا، فقد أمضى سنوات طوالا في إحدى المصالح المركزية لمديرية الأمن الوطني، ولذلك طلب من الضابط المصلوحي أن يفسر الأسس التي بنى عليها استنتاجه بأن العمارة إنما انهارت لغش في نوعية وعيار القضبان الحديدية والنقص في مادة الإسمنت. رد الضابط بأنه قبل أن ينضم إلى صفوف الأمن الوطني كان قد عمل في إحدى المقاولات الكبرى في البناء، وكان مكلفا بمراقبة استهلاك المواد في العديد من الأوراش، وهو ما مكنه من اكتساب بعض الخبرة في ميدان البناء. لم يقتنع رئيس مصلحة الشرطة القضائية تماما بما قاله الضابط المصلوحي إلا بعد أن تم عرض عينات من الخرسانة والقضبان الحديدية المستعملة على المهندس البلدي الذي جاء استنتاجه مطابقا لما قاله الضابط المصلوحي. منذ تلك اللحظة أيقن العميد بأن مساعده رجل يستطيع الاعتماد عليه في البحث. سعى الضابط إلى الوصول إلى المكتب الذي تودع به التصاميم المختلفة الخاصة بالعمارة والوثائق التي تخص متابعة الأشغال لحجزها واستكشاف كل المراحل التي قطعتها الأشغال إلى أن انهارت العمارة، وقد تسنى له ذلك بعد جهد. مرة أخرى أبان الضابط عن خبرته بالكيفية التي تدار بها أوراش البناء. مساء ذلك 29 من غشت كانت الرؤية واضحة لدى اللجنة التي تسهر على التحريات، وتم الاتفاق على ضرورة استدعاء العديد من المعنيين بالموضوع قصد استجوابهم، بدءا بالمهندس المعماري ومهندس الخرسانة وصاحب المشروع ورئيس الورش. تمكن الضابط المصلوحي من فحص الوثائق التي تسنى له استخراجها من مكتب الورش. لاحظ أن الخرسانة المستعملة لا تتوافق مع ما هو مضمن في التصميم، كان سمكها يقل عن المنصوص عليه، كما لاحظ أن محاضر معاينة مدى مطابقة الأشغال للتصاميم لا تحمل توقيع المهندس المعماري ولا توقيع مهندس الخرسانة. أبلغ الضابط رئيسه بأن القانون يلزم المهندسين بصفة شخصية بتوقيع تلك المحاضر. تم استدعاء المعنيين بالأمر إلى مقر الشرطة القضائية. كان أول المستجوبين المهندس المعماري الذي أنجز التصاميم الأولية التي وجدت نسخ منها في ورش العمارة المنهارة، وقد أكد أنه من وضع التصاميم، وأن العقد الذي أبرمه مع صاحب المشروع ينص على أنه لا يتحمل أي مسؤولية في حال أنجز المشروع بشكل يخالف ما هو مبين في التصاميم. كان المهندس يرى أن ذلك العقد يرفع عنه المسؤولية المدنية، ولكن الضابط فاجأه بأن القوانين تحتم عليه أن يحضر أسبوعيا إلى الورش لمتابعة سير الأشغال. رد المهندس بأنه أوكل الأمر إلى أحد مساعديه الذي يوجد توقيعه في كل وثائق متابعة الورش. تم استجواب مهندس الخرسانة بالطريقة ذاتها، وقد أبانت الوثائق أنه لم يحضر مرة واحدة عملية صب الخرسانة. وكما المهندس المعماري، رد مهندس الخرسانة بأنه أوكل الأمر إلى أحد معاونيه الذين يضع فيهم ثقته الكاملة،
واجهه الضابط بقانون الالتزامات والعقود الذي يتحدث الفصل 69 و700 منها عن المهندسين والمقاول المكلف مباشرة بتنفيذ الأشغال دون ذكر للأعوان الذين لا يتحملون أي مسؤولية. جاء دور المقاول الذي حاول التملص من المسؤولية والإلقاء بها على رئيس الورش الذي كان أحد القتيلين في انهيار عمارة حي الخير. رد عليه الضابط بأنه من السهل تلفيق تهمة ما لشخص غادر هذه الدنيا ولا يستطيع الدفاع عن نفسه. طالبه بتقديم ما يدل على أنه تعاقد مع الرجل ليتولى مهام رئيس الورش، وكان رد المقاول أن ما كان بينهما إنما هو عقد غير مكتوب. بعد مراجعة النيابة العامة جاءت التعليمات بوضع الثلاثة المهندس المعماري ومهندس الخرسانة والمقاول رهن الاعتقال وتقديمهم عند نهاية البحث أو نهاية مدة الحراسة النظرية. توافقت أقوال عمال الورش الذين تم الاستماع إليهم وأكدوا أن المقاول هو من يعمد إلى التقليص من مقادير الإسمنت وتغيير نوعية القضبان الحديدية. البعض من أولئك العمال مضى إلى أن المقاول كان يطرد كل عامل ينصحه بضرورة احترام المقادير والمعايير المنصوص عليها في التصاميم، كما أنه كان يوكل إلى أحد أوفيائه إشغال ممثلي المهندسين وجعلهما يوقعان على المحاضر دون التدقيق فيما تم إنجازه من أشغال. كان الملف جاهزا، لم يكن ينقصه سوى تقرير المختبر الذي تولى فحص عينات من حطام العمارة. لما توصل العميد بالتقرير وجده مطابقا تماما لما استنتجه الضابط عمر المصلوحي. تم تقديم المهندسين ومساعديهما والمقاول بتهمة القتل غير العمد والجرح.